تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المتميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. بس قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. مثل ما عودناكم برامجنا وفقراتنا بتكون متنوعة وصحية وطبية كذلك. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا. مثل ما تعودنا أول فقرة من فقراتنا تكون فقرة السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي بنتعرف على اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأغلب ما يدور فيها. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور سرود دكتور عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور الدي. صباحك نور وسرور. حاليا ممكن تكون شوي يمكن حشرة حواليني، لكن بعد شوي إن شاء الله بيكون حفل ملتقى حمدان. نعم. وفي الجهات المرشحة مجموعة من الجهات الحكومية للفوز برأي حمدان بن محمد للحكومة الذكية. طبعا الهيئة مشاركة ومرشحة كانت من ضمن المرشحين للفوز برأي نظام التراخي. نعم. الذكي، وإن شاء الله فان الفوز إن شاء الله. أتمنى من كل يدعي لنا الفوز اليوم إن شاء الله، كل التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا من ضمن الأشياء أن أمس كان يوم العالمي للصرع، فكان نظمين منتشر وطيفة يوم توعوي للمتعاملين. نعم. منتشر وطيفة دكتورة، يعني بعض الأشخاص ما يعرفون هالمعلومة، لكن عيادات الصرع موجودة في منتشر راشد للبالغين وموجودة للأطفال في منتشر وطيفة، يعني قسم الأعصاب يعالج الصرع للأطفال في منتشر وطيفة للأطفال. نعم. فهي من ضمن الأشياء. أيضا كان عندنا بعض النشرات التوعوية اللي تستمر أمس واليوم بخصوص مرض الصرع وكيفية الوقاية منه ومتى يرجعون للإسعاف ومتى يتواصلون معهم. أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت، دائرة الصحة بأبو ظبي وصحة دبي أعلنوا عن الماضي في تأسيس شراكة استراتيجية. هذا كان خلال لقاء موسع بين معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد ومعالي حميد القطامي وعدد من المسؤولين من الجهتين. تكلموا فيها دكتور عن الربط، يعني نحن مثل ما يعرفون يعني نحن حاليا قاعدين نربط كل المؤسسات الصحيه في ملف واحد بين القطاع الخاص والحكومي. صحيح. وضابي نفس الشيء، وان شاء الله هذا بيكون فيه ربط بين يعني مشروع ملفي في ابو ظبي ومشروع نابض في دبي، فبيكون يعني ملف واحد شامل حق الكل، يعني بيكون فيه ربط الشاب الضابي والشاب دبي وكلها. وهالشيء له أهمية كبيرة خاصة في القطاع الطبي والصحي. هي 100%. فبيكون في وايد مشاريع تقنية مرتبطة غير تبادل المعلومات والخبرات بين الجهتين، بين دائرة الصحة أبو ظبي وهيئة الصحة بدبي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن يعني ركزنا عليها اللي مثل ما قلت الدكتور الخدمات المقدمة في الخاصة بعيادة الصرع أو مرض الصرع. نعم. وحاليا نتمنى من الجميع اذا عندهم اذا ياهم اي اتصال بخصوص مسح نور دبي للعيون، اذا ياهم اي اتصال مركز دبي للاحصاء، يا جماعه لبوا تعالوا سووا فحصاتكم، لان هذا الشيء راح يساعد للفتره 50 سنه الجايه. صحيح. للفتره الجايه في تطوير الخدمات، في توفير خدمات زياده بناء على حاجه الاماره. فيعني نتمنى من الكل ان ذياهم اتصال ان يلبون ويون يسوون فحوصات اللازمه. ونختمها بالرساله الصباحيه اللي تقول
الكثير من الأفكار الموجودة من حولنا، ولكن وحدها الأفكار المبتكرة تنير لنا الطريق نحو التميز. كن مبتكرا وساهم في مسيرة التميز. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة اسم الجناحي. شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص السوشيال ميديا. ننتقل لفقرتنا الثانية اللي تعودنا عليها وهي فقرة التوعوية. اليوم بنتكلم أكثر وبالتفصيل عن الخضروات الورقية الخضراء مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عفرة بن كتة. صباحك الله بالخير أستاذة عفرة. صباح النور يا هلا مستمعين اليوم، وإن شاء الله نفيدهم بهاي الفقرة. الله، خاصة أن اعتمادنا كذلك على الخضروات الخضراء والجميل الواحد يعرف فوائدها يعني تفصيليا على الأقل. نعم. أساس حتى يوم يأكلها ويتشجع يأكلها ويوم يأخذها يعرفوا كيف قاعد يفيد جسمه. صحيح، طبعا احنا عارفين أن الصحة والحيوية نتمتع بها عن طريق الأكل وليس الدواء. يعني ما يقولوا لك مثلا خذي هذا المنتج المعين أو كذا، فإحنا لازم نعرف أن أساس صحة الإنسان وحيويته هو غذائه. صحيح. عشان تي إحنا لازم دائما نعرف أهمية إعداد المائدة الصحية للأسرة. هاي المائدة شو مكوناتها؟ اليوم نبغي نركز على مكونات الوجبة الخضراء أو الغذاء الأخضر اللي هو محتوي الغني بمادة الكلوروفيل في الخضروات الورقية، سواء كانت هاي الخضروات طازجة أو مطبوخة. اليوم راح نتكلم عن أهميتها. من هذه الخضروات الطازجة أو المطبوخة منها عندنا الجرجير والسبانخ الملفوف البقدونس، وعندنا في الإمارات بعض المحاصيل أو أوراق الخضراء اللي هي محصورة عندنا في الإمارات، مثل اللي احنا نحب ناكلها مثل الغاف، سلطة الغاف. صحيح. الحماض، الفرقة واللي هم يسمونه الرجلة، هاي كلها لها فوائد. يقولش إن فوائدها الصحية، وخصوصا معلومة أن كلما كانت هذه الخضروات الورقية خضرة أكثر يعني داكنة أكثر، كلما كانت معناتها أن فوائدها وقيمتها من المعادن والفيتامينات أكثر. فمن هذه الفوائد اللي إحنا نبغى نتكلم عنها الخضروات الورقية أن احتواها وغناها بمضادات الأكسدة، وإحنا هاي مضادات الأكسدة مهمة جدا عندنا عشان نتجنب شيخوخة الخلايا ونمنع ظهور الأمراض في أجسامنا. تحتوي غني، احنا قلنا تحتوي على الفيتامينات والمعادن، مثل شو؟ عندنا الكالسيوم، والكالسيوم ضروري لصحة الأسنان، وعندك الملفوف، الملفوف غني بالكالسيوم، في الملفوف والبقدونس غني بالكالسيوم، عندك فيتامين اي والسي والبيتا كاروتين اللي هو فيتامين اي نسمع عنه في السبانخ والملفوف وغيره، هذا يقولك مهم جدا لإصلاح الأنسجة وخصوصا البشرة والشعر، خصوصا الناس اللي يبون يعتنوا بشعرهم بشرتهم. نعم. عندنا الفوليك أسيد، سمعنا كثير عن الفوليك أسيد، دراسات اللي تعنوا فوائده، فهو الخضروات الورقية غنية فيها، هو من المكونات المهمة. الفوليك أسيد اللي موجود بغناء في الخضروات الخضراء، ما لي سمحولي، مكون أساسي من مكونات الدم اللي هو الفوليك أسيد. نعم. ويجنبنا أمراض القلب. ممتاز. بالإضافة أن هذا الفوليك أسيد ينشط هرمون السيروتونين اللي هو يعدل مزاجنا ويمنع عنا الاكتئاب، عشان في الفوليك أسيد غني في الخضروات الخضراء. كذلك عندنا فيتامين كي اللي ينظم عملية تخثر الدم ويلعب دور كبير في نقل الكالسيوم في الجسم. احنا نبغي نخزن ونصرف كالسيوم نستهلكه، فإذا منو ينظم هاي العملية؟ عندنا فيتامين كي اللي هي الخضروات الخضراء غنية فيه، يقوي الجهاز المناعي، يقوي الجهاز المناعي من كثرة الفيتامينات اللي فيه تتعكس على الجهاز المناعي فيصير قوي، يطرد العدوى ويطرد العدوى والأمراض اللي احنا اللي يتعرض لها الجسم. ونقطة مهمة أكدتيلها كذلك أستاذ عفرة، يعني أن كل ما كانت الخضرة داكنة يعني كل ما كانت المعادن والفيتامينات اللي فيها تكون أكثر، فالواحد يركز على اللون كذلك. نعم كذلك، ومن أهم الأشياء أن هذه مهما كليتها أنا بكميات كبيرة فهي قليلة السعرات الحرارية. كذلك تحتوي على الألياف، وهي الألياف مهمة جدا لصحة الجهاز الهضمي. يعني أنا أكلت الألياف معناته أنا ضبطت مستوى السكر وخفض الكوليسترول في الدم عندي، لأنها ممتاز. تعطي كذلك الشبع، بالإضافة أنها تعطي الشبع وتساعد على أن تتحكم في الجوع، خصوصا الناس اللي يسوون دايت، فتصوري أن تعطيك سعرات حرارية أقل، بالإضافة أن يتحكم في عملية الجوع عندك، يعني ما تصيرين جوعين بسهولة. فهذه من أهم فوائد الوجبة الخضراء على مائدتنا، عشان شي لازم لما نقعد على مائدة الأسرة أو على السفرة لازم نركز شو أخضر موجود في المائدة،
ولازم الأم هي أساس إعداد المائدة هي الأم، صحيح. فلازم تراجع الأطباق اللي هي تحضرها لهذه الأسرة لما يجون مثلا من ساعات العمل من المدارس وكذا، يكون أكل غني وصحي لعائلتها، يكون موجود أو متوفر كذلك في كل الوجبات. أستاذ عفرة، طبعا نحن الخضروات الورقية الخضراء ناكلها يعني مع كسلطة أو ناكلها حتى كاملة يعني بدون طبخ، ومرات نحطها للطبخ كإضافة لقيمتها الغذائية وكذلك كمنكهات معظم الأحيان تكون للطبخة. فالسؤال هو أن هل تقل قيمتها الغذائية إذا أنا طبختها أو تكون دائما الخضروات لما تكون طازه تكون قيمتها الغذائيه اعلى، اما تكون لما تكون مطبوخه جزء منها من الفيتامينات الذي يتاثر بالحراره، لان هي عمليه طبخ يعني صحيح. حراره فقط هو اللي يتاثر، مثل عندك فيتامين سي هذا يتاثر بالحراره. نعم. اما الفيتامينات الاخرى بالعكس تحتفظ فيها، ما هذا مجرد بس الفيتامين تتاثر بالحراره تتكسر بالحراره. ممتاز. هذه نقطة أخيرة توصين فيها مستمعينا الكرام أو توجهين المستمعين الكرام. دائما الإنسان لما بيقعد على سفرته سواء كان غد فطور أو غدا وعشاء دائما يتأمل نعمة الله في الأكل اللي يقدم له، يعني الله. شو موجود فيها الأم إذا ما شاء الله إحنا يعني إحنا في مستوى معيشي عالي، نروم نختار الأغذية الصحية لعيالنا، نروم نشجعهم على ذلك، ما نجبرهم على أكل بحيث أنهم يلتجئون للأكل الخارجي يأخذون فاست فود وهالأشياء. فدائما أجيب الأكل الطازج والأكل اللي عيالي يحبونه وأعدلهم إياه، فهي عملية تركيز شوي في صحة الأسرة لا أكثر يعني. صحيح. نشكرك أستاذة عفرة بن كتة اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا التوعوية وتحدثنا عن الخضروات الورقية الخضراء. طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. في فقرتنا الحين مستمعينا بنتحدث عن الحديث عن مبادرة التعليم المستمر الإلكترونية، ويانا الأستاذة ندى حمدان الشامسي إداري أول في إدارة التعليم الطبي والأبحاث. صباحك الله بالخير أستاذة ندى. صباح النور والسرور عزيزتي. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. يا مرحبا. حياك الله. طبعا الحمد لله الخدمات الإلكترونية والخدمات الذكية دخلت في أشياء كثيرة عنا، سواء في العمل سواء في الأشياء حتى اليومية في حياتنا، وسهلت علينا أشياء وايدة. فحابين نتعرف أكثر عن مبادرة التعليم والرعاية عبر الإنترنت من مكان العمل اللي هو الآيبوك واللي أطلقتها الهيئة. مرحبا، السلام عليكم. أولا هاي المبادرة كانت للأطباء، وهي أن نكافئهم، نكافئ الأطباء والكادر الصحي بساعات تعليم طبي مستمر مقابل استخدامهم المصادر المبنية على الأدلة والبراهين من خلال عملية تعلم ذاتية في أي وقت وفي أي مكان، ومن خلال موقع المكتبة الإلكترونية الذكية اللي هو library.dha.gov.ae. هاي المبادرة تشمل ثلاث أطراف رئيسية متوفرة على الدوام، اللي هي كادر صحي يحتاج إلى تحسين في الأداء، ومرضى يحتاجون إلى رعاية ذات جودة عالية، وكم هائل من مصادر المعلومات المبنية على الأدلة والبراهين. طبعا هذه المبادرة لها أهمية كبيرة، فكيف يقدر يستخدمها الكادر الطبي أو كذلك يستفيد من هذه الأهمية؟ أهمية هذه المبادرة أن ننشر ثقافة التعلم عبر الإنترنت من مكان العمل، وأيضا تطبيق مقولة التعلم أثناء الممارسة وليس فقط من الممارسة، وأيضا توثيق الأسئلة الإلكترونية أثناء العمل وتقييم نتائجها ومن ثم تطبيقها لخدمة المرضى. وأيضا هاي المبادرة بتساعد الأطباء أول شيء على اتخاذ القرارات السريرية السليمة وتقليل الأخطاء الطبية. وستساهم أيضا في زيادة المعرفة لدى الأطباء، ومن خلالها بيلاحظون تغير إيجابي في أدائهم ومهاراتهم أثناء تطبيقها في ممارستهم اليومية.
الحين فرضا إذا الطبيب أو الممارس الصحي حابب يدخل على هذه المبادرة أو أن هذه الخدمة ويستخدمها، خاصة أن نحن في المجال الطبي يعني سواء الأبحاث سواء المعلومات الطبية تتجدد بشكل سريع وبشكل مثل ما نقول يومي، فهذا يخلي كل شخص أو كل كادر طبي عنده تحدي أن من ناحية القراءة من ناحية تحصيل كذلك هذه المعلومات، فكيف يقدر الكادر الطبي يدخل على هذه الخدمة ويستخدمها كذلك؟ الخدمة الحالية موجودة في موقع المكتب الإلكتروني مثل ما ذكرت سابقا، اللي هو library.dha.gov.ae، ومن ثم يختار iBook tab. بعد ما يدخل على iBook tab يحصل فيها شرح مفصل عن هاي المبادرة وشو أهدافها وخطوات توثيق هذا النشاط من خلال تعزئة نموذج مخصص لهاي المبادرة، يجاوب فيها على الأسئلة ومن ثم يرسل مباشرة لنا للحصول على شهادة CME أو شهادة ساعات تعليم طبي مستمر بعد ما يعبي النموذج ويدخل كذلك على المبادرة. هي. نعم. يعني بعد ما يعبي النموذج يكون فيها أسئلة سريرية، يجاوب على هاي الأسئلة ومن ثم يرسل الفور. نعم. وبعدين يحصل على شهادة. شهادة اللي هي التعليم المستمر. بعد ما يتم تقييم هذا الفورم و تقييمه وبعدين نصدر له الشهادة ونبعثها له. قبل ما يدخل ويجاوب على الأسئلة، في أشياء معينة يقدر يقراها عن الموضوع اللي بيجاوب عليه الأسئلة، ولا الأسئلة تكون عامة؟ لا طبعا طبعا، هو الطبيب أصلا يوم يسوي سيرش هو عنده هدف معين، يبغى يجاوب على clinical question. نعم. فبعد ما يسوي سيرش ويحصل على هاي المعلومات، نعم، يعطي هذا الفورم. نعم. ويقول شو اللي استفاد من هذا الفورم، شو المعلومات اللي حصل عليها، هل هي فادته في تشخيص هذا المريض، ويحط هاي المعلومات كلها في الفورم ومن ثم يرسلها لنا نقيمها ونبعث له بعدين الشهاده. نعم. وتختلف نقاط التعليم يعني السي ام اي او النقاط التعليميه من موضوع الموضوع، ولا هي نفس النقاط التعليميه اللي تكون موجوده؟ لا كلهم بيحصلوا على نفس النقاط. كم تكون؟ بتكون 0.5. ممتاز. يعني بس يعني في نفس الوقت هو يعني يوميا نحن نستخدم، يعني نستخدم في اي وقت في اي مكان، واحنا نستقبل هاي الفورم ونقيمها وعلى طول نبعث لهم الشهادة. ممتاز، وهالشيء وايد بيساعد يعني من ناحية حتى طب، يعني يوميا عندنا أسئلة وتساؤلات وندخل ندور عليها في مواقع طبية، يعني سبحان الله العلم يكون مستمر، فيعني هالشيء بيخدم الأطباء كثير، ما يعني بيلقى المعلومة وفي نفس الوقت يعني على المعلومة بلقى بعد مثل تشجيع لي أني أنا خذيت ساعات معتمدة تعليمية، لأني أحتاج هذه الساعات في نهاية كل سنة أن تكون عندي ساعات كإثبات أني أنا بعدي أكمل كذلك في دراستي أو أني أكمل في جمع هذه المعلومات الطبية. أستاذة ندى، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين خلال البرنامج. من خلال هاي المبادرة احنا نتمنى أن توصل للعالمية من خلال مكافأة الأطباء من كل أنحاء العالم بساعات تعليم طبي مستمر مقابل استخدامهم من هاي المصادر، للمصادر المكتبة كنشاط تعليمي بهدف تحسين رعاية المرضى. ممتاز. وطبعا اللي حاب يعرف أكثر عن هاي المبادرة يتواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني. نعم. الموجود في موقع المكتبة اللي ذكرته سابقا. نذكر بموقع المكتبة library.dha.gov.ae. هذا مستمعينا بخصوص موقع المكتبة، أذكركم مرة ثانية library.dha.gov.ae، وتقدرون تأخذون في نفس الموقع بتلقون كذلك الإيميل وتقدرون تتواصلون إذا عندكم أي استفسار. تحدثنا في هاي الفقرة عن مبادرة التعليم المستمر الإلكترونية. نشكرك أستاذة ندى حمدان الشامسي، إداري أول إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص مبادرة التعليم المستمر الإلكترونية لترعاها هيئة الصحة بدبي متمثلة في المكتبة الطبية. طبعا التعليم الطبي شيء أساسي أنك كادر طبي، وكادر طبي عموما
وكذلك لأي شخص ثاني. بس نحن سبحان الله المعلومات تتجدد يوم بعد يوم، في أبحاث تنتشر، يعني يمكن ما أقول لكم حتى يوم بعد يوم، يمكن كل ساعة في بحث جديد، في معلومة جديدة تطلع، فهاي خلي مثل التحدي والواحد يبغى يوصل. المعلومات كثير ومعلومات تفيد وتفيد كذلك الناس اللي هو يعني يهتم بصحتهم كذلك. بالنسبة للمبادرة جدا جميلة أن الواحد يوميا عنده تساؤلات في حالات معينة، أنا فندخل ونحط تساؤلنا في مواقع طبية معينة، في أبحاث معينة توصلنا الإجابة. الجميل كذلك أن توصلنا الإجابة، أعرف الإجابة وكذلك بلقى عليها ساعات معتمدة أساس أن يعني هذه حتى التساؤلات اللي سألتها ولقيت إجابة عليها ألقى عليها ساعات معتمدة وشهادات كذلك معتمدة. مستمعينا طالعين فاصل وراجعي لكم لفقرتنا الثالثة، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا. في فقرتنا الحين بنتكلم عن خدمات صرع الأطفال في مستشفى لطيفة. طبعا كنا عارفين أن صرع الأطفال أو صرع عموما يعني مرض يأثر أكثر شيء على الدماغ، وله أسباب كثيرة وله كذلك أعراض كثيرة، وبنتعرف عليها أكثر وأكثر اليوم إن شاء الله مع الدكتورة سمر أحمد المنتصر، أخصائي مخ وأعصاب الأطفال مستشفى لطيفة في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة سمر. صباح الخير، حياك الله ويانا دكتورة سمر. دكتورة حابين نتحدث عن مرض الصرع وعند الأطفال بالأخص. طيب الصرع عند الأطفال هو من الأمراض المزمنة زي ما احنا عارفين، يصيب كل الأعمار، له عوامل وراثية وعوامل بيئية ممكن تتداخل مع بعض تسبب ظهور حالات الصرع، يصيب جميع الأعمار وجميع الأجناس. لكن أهمية إن إحنا نسوي توعية ضد صرع الأطفال، السبب إنه تكرار هاي النوبات وتطورها من غير علاج يؤدي إلى صعوبات ذهنية وفكرية للطفل، فيؤدي إنه بالآخر يكون متأخر من الناحية الدراسية. في نفس الوقت يسوي مشاكل نفسية للمصاب ولعائلته. فمن هذا من عشان هذه الجوانب إحنا محتاجين نسوي توعية أكثر للناس عن صرع الأطفال. نعم، ممكن تحدثيني أكثر دكتورة يعني بداية شو السبب بالنسبة للأطفال يعني بحدوث هذا المرض؟ ما في سبب معين، يعني السبب العوامل البيئية لها دور. يعني مثلا ممكن يكون قابلية في جسم الطفل أنه يجيله صرع الأطفال. العوامل البيئية اللي ممكن نتكلم عليها ممكن يكون عنده التهابات في الأعصاب الدماغ. التهابات في السائل الشوكي، تعرض لحادث لا قدر الله تأثر فيها سوى ضرر في الدماغ، هاي الأشياء ممكن تكون تسبب ظهور الصرع بشكل عام. لكن الصرع اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الصرع اللي فيه قابلية انه يتعالج، اللي هو موجود وراثيا، يعني عنده قابلية انه يجيله من الوراثة، في وايد أسباب في أشكال مختلفة. أغلب الحالات الصرع أسبابها تكون عنده قابلية من اللي يجي له المرض وراثيا. ممتاز. الأعراض دكتورة اللي تطلع على الطفل ويعني تنبه الأهل أكثر أن احتمالية وجود الصرع أو أن يلجؤون كذلك الطبيب، فممكن حتيني أكثر عن الأعراض؟ أحب أنوه أنه الصرع عبارة عن له تعريف. التشنج، أول شيء نعرف شيء اسمه التشنج. التشنج هو حدوث تغيرات مؤقتة ومفاجئة في الحركة أو في الإحساس نتيجة أنه مجموعة نشاط الخلايا العصبية اللي في المخ غير طبيعية فيسبب تشنج. هذا هي الأعراض اللي حتشوفيها ظاهرته. يتشنج الطفل، جسمه عضلاته تتأثر، إحساسه يتأثر، يكون فاقد الوعي أو الإدراك. نادي عليه ما يرد نتيجة أنه الكهرباء اللي في المخ زايدة عن الطبيعي. متى نقول على التشنج صرع؟ الصرع عبارة عن تكرار لهذه النوبات التشنجية مرتين أو أكثر. يعني لو جت مرة ما نسميه صرع، نسميه تشنج شو ما كان سببه، لكن إذا تكرر أكثر من مرتين ديك الساعة نبدأ نسميه مرض الصرع، ويحدث على فترات مختلفة وقد تفصلها أيام قد تفصلها شهور. نعم. في كل الحالات يكون في تشنج ولا حالات معينة ما تكون عندهم التشنجات؟
قصدك من ناحية بالنسبة الصرع؟ للصرع، نعم، نعم، للأطفال التثلج خصوصا. اللي هو الحركي. نعم. لا، في حالات ممكن يكون غياب وعي، مثلا أم تقول إن مثلا الأستاذة طرشت لي خطاب من المدرسة تقول إن بنتي مثلا عمرها 8 سنوات شاردة عن الذهن أثناء الدرس، ولوحظ إنها تتأخر في الدروس بسبب هذا الشرود. نعم. فهل ممكن هذه تكون نوع من أنواع التشنجات؟ نقدر نقول نعم، في حالات تكون سرحان فيها أو شرود الذهن كنوع من أنواع التشنجات، يعني مش حركية لكن حسية. نعم. فالتشنج قد يكون حركي قد يكون حسي. سرحان أثناء الدرس، سرحان مثلا يكون الطفل يتكلم ويلعب أو شيء وفجأة يفصل لمدة ثواني معدودة ويرجع مرة ثانية يكمل اللي كان فيه ولا كأن شيء صار، هذا ممكن نسميه حالة شرود ذهني أو صرع من الناحية الحسية. ممتاز دكتورة، يعني شو الفحوصات اللي تعملونها عشان يعني تتأكدون أن الشخص أو الطفل عنده الصرع؟ نعم، هذه نقطة جدا مهمة. الصرع نتأكد منه من التاريخ المرضي اللي ناخذه من الأهل. نعم. يعني يجي يقول لنا ابني حصل عنده 1 2 3، من التاريخ المرضي، نوع التشنج، مدة التشنج، الأعراض المصاحبة، هل في فقدان للوعي، هل في العيون تلف على فوق، هل في فروتينج سكريشن، هل بعد ما تحصل له هاي كم دقيقة صارت، وهل بعد ما حصلت له ينام بعدها ولا لا. من هذه نوع، وطبعا عمر الطفل يحدد، لأنه كل فئة عمرية لها نوع تشنجات مختلف. فمن التاريخ المرضي اللي ناخذه من الأهل احنا نقدر نقول بنسبة 80 ل 90% ان هذا الولد حيكون عنده تشنجات من هذا النوع او صرع من هذا النوع. نعم. ممكن ان احنا نوثقها بان احنا نعمل تخطيط للدماغ، وبرضه هاي للتأكيد، بس احنا لازم نكون متأكدين بنسبة 90% من التاريخ المرضي اللي ناخذه من الأهل. من الأهل، وهذا جدا مهم، يعني هاي نقطة جدا اللي ذكرتيها. نعم، مهم، انه يعني الأهل احيانا يجوا عندنا هم بانيكينج، يعني فيهم صحيح. نوبة ذعر، ما يتذكرون شو صار مع الطفل. صحيح. فاحنا دائما ننبههم انه لازم نعرف كيف كان الطفل، شو كان يسوي قبل ما يجي للنوبة، هل تأثر، هل طاح على الأرض، هل عيونه قلبت على فوق، كم جسمه كامل انتفض ولا نص من جسمه ولا بس شروط، ولا كم طول هذا، وهل بعد ما صارت هل في أعراض ثانية، هل تبول على نفسه، هل رجع، هل في أعراض صداع، هل ما زال الوعي ما رجع للطبيعي، وهل فعلا دخل في نوبة الصرع فدخل في غيبوبة. كل هاي الأعراض لازم تكون موجودة مع الأهل. للأسف الأهل ما يكونون من كثر ما هم مرعوبين على الطفل لحظة حدوثها ما يكونون متذكرين هاي الأحداث كلها. فهذيك الساعة نضطر نقول لا، إحنا محتاجين نعمل التخطيط عشان نتأكد هل في فعلا كهرباء زايدة ولا لا. المعلومات كذلك دكتورة اللي نعم. يقدمونها الأهل لنا يعني لها أهمية كبيرة، يعني جداً. جميل. يعني في مرض أحيانا ذكري دكتورة، أحيانا الأهل نضطر نقول لهم لو حصل لا قدر الله نوبة ورجعت مرة ثانية لو سمحتوا ممكن تأخذوا لنا فيديو. أحيانا صحيح. الأهل تستاء لما صحيح. نقول لهم خذوا فيديو للنوبة، لأنه يقول لك أنا ابني قاعد قدامي يتشنج وأنت تقول لي خذ الهاي، بس لا، أنا أبغي أشوف عشان أتأكد هل هذه فعلا نوبات صرع ولا لا. صحيح. لأنه في نوبات كثيرة ممكن تحصل وما تكون نوبات تشنجات صرعية. صحيح. ممكن تكون أسباب ثانية. صحيح. فأنا لما أشوف، أنا كطبيب مختص أشوف النوبة بعيني، لما أشوفها على الفيديو، إذا الأهل ما عرفوا طبعا يوصلوا الرسالة أو يوصلوا التاريخ المرضي صح، لو شفتها في الفيديو ممكن أقول لا هذه فعلا نوبة صرع وهذه محتاجة علاج. صحيح. وممكن أقول لا هذه مش نوبة صرع، ما في داعي تحاتي وما في داعي تشيل همها. يعني وكذلك يعني شيء أساسي العلاجات كذلك اللي بتعطينها للمريض، يعني نعم. دقة التشخيص لها أثر كبير كذلك في العلاج ممتاز. واستفادتها. هذه نقطة مهمة جدا، يعني إحنا أحيانا توصلنا نسبة أطفال يجوا لعيادة الأعصاب عندنا نعم. على الأدوية صار لهم سنين وفعلا ما يستجيبون للعلاج. ليش؟ لأن التشخيص من البداية كان خاطئ. ممكن يكون الطفل ما يحتاج أصلا للدواء، أو ممكن يكون محتاج نوع غير عن اللي هو محطوط اللي محطوط عليه. نعم. الفكرة شو؟ إنه التاريخ المرضي ودقة التاريخ المرضي، وإذا توفر الفيديو يكون جدا مهم. صحيح. لأن هذا يساعدنا بنسبة زي ما قلت لك 90% إن احنا نشخص الحالة صح. صحيح. لأن الدواء اللي حنبدأه للطفل حيواصل معاه فترة طويلة، تقريبا 18 شهر ل 24 شهر، سنتين. صح.
فدقة فأنا محتاج إن التشخيص أيوة يعني فعلا، لأنه وايد تأثر. نعم وكذلك نعم لأنه دكتورة حتى يعني الأدوية لها أضرارها، فإحنا صحيح لازم نراقب هاي الأدوية، صحيح فإحنا لازم نتأكد إن إحنا بنحط هذا الدواء إحنا تجنبا للأعراض الجانبية للدواء، لازم نكون عارفين إن إحنا حاطينه في المكان الصح. صحيح، والدواء كذلك الصحيح، وكذلك المعلومة. يعني يمكن مرات المعلومة ما تيجي كاملة، أو المعلومة في معلومات معينة ما بالضبط تنذكر، فهذا يؤثر كذلك على التشخيص النهائي، وعلى دقة التشخيص. على نعم دقة التشخيص، وهذا له صحيح دور كبير دكتورة. يعني نشكرك على نقطة التاريخ المرضي، لأنه يعني كأطباء نعم يعني هذا الشيء يعني تقريبا ثلاث أرباع التشخيص يكون منه قبل حتى ما نعم نسوي التحاليل بالضبط أو الفحوصات الثانية. دكتورة نعم ننتقل لنقطة الأدوية. الأدوية يستمر عليها، أنت ذكرتي من 18 شهر إلى 18 24 24 شهر، نعم شو اللي يخليكم توقفون يتوقف الدواء أو أن يتقلل الدواء، أو يعني تغيير في نمط العلاج أو توقيف الدواء بالنسبة لمريض نعم الصرع؟ أول ما نبدأ المريض على أدوية الصرع، نعم نخبر الأهل دائما إن لازم ياخذ العلاج بانتظام. ليش؟ لأنه حياخذها لفترة سنة ونص إلى سنتين، خلال هالسنة ونص إلى سنتين لازم يكون مسيطرين على التشنج، ما يجيله حتى التشنج واحد، عشان نقدر نقول إن إحنا مع الوقت لنسحب هذا الدواء ونوقفه منك يا مريض. نعم فلازم ياخذ الدواء بانتظام يوميا صباح وليل، وما يوقف الدواء فجأة، ويكون عنده الكمية الكافية للعلاج. عشان كذا المتابعة مع الطبيب كل 3 إلى 6 أشهر مهمة جدا، وإذا حدثت نوبات متكررة زائدة عن المعتاد لازم يراجع الطبيب، عرفتي؟ نعم ويبتعد عن الإرهاق، ويبتعد عن النوم المتأخر، ويراجع طبيبه بانتظام مهم جدا. ممتاز ولازم نوعي الناس إنه لازم يكون معاكم ما يدل على أنك مريض، مثل إشارة تعريفية في صحيح إيد الطفل، لأن صحيح لو لا قدر الله طاح عليهم في الشارع ما حد داري، على الأقل لو في أي حد ممكن يتصل للإسعاف يقول هذا جت له نوبة صرع، اللي هو مو بعارف أصلا إيش عنده، يعني مثلا يقول صحيح طاح في الأرض شو صار له. صحيح اللي لو يكون عنده حاجة تنوه إن هذا في مريض صرع ما نطلب الإسعاف في الساعة الفلانية، عرفتي علي؟ صحيح فإحنا عشان كذا دائما ننوه إنه لازم ناخذ الدواء بانتظام، لازم ما نوقف العلاج فجأة. بعض الأحيان الأهل يجون يقول لك ما يلتشنج صار له شهر وقفنا دواء، لا ما يستوي، صحيح أنت أخذت الدواء بدينا لك جرعات بسيطة، احنا مع الوقت لازم نزيد الدواء بالنسبة بحيث ان احنا نوصل للجرعة المطلوبة خلال اسابيع. فانت لو وقفتها خلال شهر فجأة مرة واحدة قصيت عنها، ممكن ترجع النوبة بزيادة، صحيح ممكن ترجع النوبة اقوى من من النوبة القديمة. القبلية، صحيح نعم ما دام احنا حطينا لك تشخيص ان عنده المرض الفلاني لازم يكمل على الدواء من ساعة ما بدأنا العلاج الين ما نقول لك احنا وقف. ننتهي العلاج، صحيح. نعم دكتورة عشان كذا دائما جتنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عندي طفل من ترتفع عند الحرارة يصيب تشنج، يعني حتى وصفته حتى بؤرة عينه تختفي، فعندها استفسار بخصوص نعم هذا الشيء. نعم هل التشنجات الحرارية نعتبرها نوع من أنواع الصرع؟ لا، هذا جواب للسؤال اللي هي سألته. نعم في أنواع من التشنجات تسمى تشنجات حرارية، نعم الحرارة إذا ارتفعت عن الرقم الفلاني والطفل عنده قابلية إنه يتشنج بالتشنج الحراري هذا فإنه سيتشنج، لكن سبب التشنج مش كهرباء غير طبيعية زايدة في المخ، نعم سبب التشنج هو ارتفاع في درجة الحرارة، وهذا نسميه من نوع التشنجات الحميدة اللي تجي في فترة من عمر 6 شهور وتختفي على عمر 6 سنوات. دائما نصائح للأهل، الإسعافات الأولية ممكن نقدمها للطفل اللي عنده نفس هذا النوع من التشنجات، نخليهم نبعد، يعني نخليهم مثل ما هم قاعدين يتشنجون، ما نمسكهم، ما نحاول نوقف التشنج، نحاول نخفض الحرارة بأسرع طريقة ممكنة. نعم التشنجات هذه ممكن تطول من 2 إلى 5 دقائق، لكن هذه التشنجات تعتبر حميدة، ووقت ما نزلنا الحرارة التشنج هذا بيوقف. هذه ما يتابعها دكتور الأعصاب، لأن هذه مش تشنجات ناتجة عن كهرباء غير طبيعية في المخ، هذه نعم يتابعها طبيب الأطفال العادي، لأن نعم هي تعتبر حاجة طبيعية تحصل مع في أغلب الأطفال، لأن حاجة جدا كومن، جدا شائعة عند شائعة بين الأطفال. الأطفال خاصة مع نعم الحرارة، يعني سببها الحرارة. نعم سببها ارتفاع الحرارة فقط لا غير، وقت ما تنزل الحرارة تختفي. يمكن عشان كده دائما نقول لهم سيطر على الحرارة قبل ما تبدأ، أنت عارف إنه في مثلا فيروس منتشر في الجو، تأكد نعم إن إحنا عندنا حد مريض في البيت،
نخلي safe distance، مسافة آمنة بينه وبين المريض اللي عنده تشنجات حرارية، لأن عنده قابلية إنه يتشنج مع الحرارة عالية. صحيح. فإحنا الوقاية خير من العلاج. صحيح. ما في علاج، ما نعطيهم أبدا العلاج لأطفال التشنج الحراري إلا في حالات معينة تكون خارج عن الإطار، لكن صحيح. التشنجات الحرارية بشكل عام طبيعي عشان نوصفها أنها تشنجات حميدة. نعم. ممكن نسيطر عليها بالسيطرة على الحرارة. ممتاز. ونقطة جدا مهمة دكتورة ذكرتيها شكرت عليها، اللي هي الوقاية خير من العلاج. أنا عارفة في فيروس منتشر في البيت، أحد عنده حرارة، يعني قد ما أقدر أبعدهم عنه، وقد ما أقدر يعني هاي نقطة جدا مهمة عشان ما تي حالة التشنج خلال فترة الحرارة. دكتورة نرجع إلى الخدمات اللي توفرونها في مستشفى لطيفة لمرضى الصرع وخاصة الأطفال. نعم، طبعا احنا عندنا عيادات لأعصاب الأطفال طول الأسبوع ما عدا يوم الثلاثاء، نقدم فيها خدماتنا لكل أنواع المرضى اللي يجون ناحية الأعصاب، خصوصا طبعا البلك أو النسبة الكبيرة من مرضانا يكونون مرضى صرع الأطفال، فكل يوم عندنا عيادة ما عدا يوم الثلاثاء نستقبل فيها الحالات المزمنة والحالات الجديدة. نعم. في حال احتجنا ان احنا نعطيها نعمل لهم تخطيط او حاجه تثبت انه عندهم الحالات الجديده عندهم تشنجات او حاجه، نوديهم المختبر، مختبر تخطيط الدماغ موجود داخل المستشفى، او ساعات نركب الجهاز ونبعثهم عن المنزل لمده 24 ساعه ويرجعون للجهاز ونقرا فيه شو صار معاهم طيله اليوم. ممتاز. نعم. خلال وبالنسبه للتوعيه للصرع الاطفال، نعم طبعا عارفين ان هذا الاسبوع هو الاسبوع العالمي للتوعيه ضد صرع الاطفال. نعم. قدمنا فعاليتين، الفعاليه الاولى كانت يوم السبت تخص الكادر الطبي من الاطباء وتمريض، قدمنا فيها محاضرات توعويه على مدار 5 ساعات. ممتاز. والفعاليه الثانيه كانت الامس يوم 11 فبراير، قدمنا فيها برضو فعالية اللي هي توعية المتعاملين الأهل والزوار المستشفى لطيفة، كان في منصة خاصة للإسعافات الأولية طرق العلاج والتشخيص. ممتاز. ومنصة ثانية فيها منشورات نعطيها للعامة تسهل خطوات الإسعافات الأولية، نبذة عامة عن مرض صرع الأطفال، وكان في منصة للسؤال والجواب اللي هي لو في أحد من الأهل عنده استفسار يبغي يسألنا كنا نرد عليهم في 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 وقتها. يعني ممتاز. وهل يعني الفعاليات وكذلك الوعي يعني له دور كبير كذلك، خاصة للأمراض عموما وخاصة أمراض معينة يعني يحتاج الأهل أو المجتمع كذلك أن يتعرف عليها. نعم. وكان أهم شيء برضو من النقاط كانت اللي هي ماذا نفعل في عند حدوث نوبة صرع، يعني مثلا أو شافوا نوبة صرع إيش ممكن نقدم لهذا الطفل. صحيح. زي ما قلت لك كنا قلنا علينا وضع الطفل على جانبه لإبعاد اللسان عن مجرى التنفس، لأن يعني أحيانا يحطون خاشوقة، هل دي يحط إيده، حط يحط حديدة. صح. على أساس إنه ما يعض على لسانه أو أيوة، فإحنا تجنبا لهاي الأشياء علينا وضع الطفل على جنبه لإبعاد اللسان عن مجرى التنفس. نعم. برضه التفادي للشرقة في حالة الاستفراغ، أحيانا يستفرغون خلال نوبات التشنجات. نعم. وزي ما قلت لك عدم إدخال أي جسم في فمه، وبعدين هذه النوبة حتاخذ وقتها وتتوقف، لكن إحنا تكون عيننا على الساعة، هل طالت عن 5 دقائق؟ إذا طالت عن استمرت أكثر من 5 دقائق يتوجب اتصال بالإسعاف، لأنه لازم يوقفونها ويجيبونها على المستشفى. نعم. وأي جنب يقدرون يحطون، يعني ما بأن جنب اليمين يمين يسار، المهم إنه على جنب، لأنه إذا خليناه على ظهره اللسان يرجع لورا، لو رجع كل اللي قاعد في فمه يرجع على مجرى التنفس بدل ما يطلع برا. صحيح. فإحنا نخليه على الجنب وقاية لصدره والالتهابات التنفسية، وعشان نبعد اللسان عن مجرى التنفس. صحيح. ونقطة مهمة كذلك ذكرتيها دكتورة اللي هي التوقيت، مهم إذا أكثر عن 5 دقائق نتواصل مع الإسعاف على أساس على الأقل ياخذ الدواء اللي يوقف له النوبة الصرعية عشان ما يتأثر جسمه. نعم. دكتورة كلمة أخيرة توجهين المستمعين خلال البرنامج. نعم. إن صرع الأطفال مرض مزمن يصيب كل الأعمار. نعم. الأفضل وكمان تصيب جميع الأجناس والمجتمعات. تكرار النوبات وتطورها من غير علاج يؤدي إلى صعوبات مثل ما قلت ذكرية وفهمية ذكرية لدى الطفل، لازم تؤدي إلى ساعات تأخر الطفل دراسيا، عشان كذا لازم نعطيه الأدوية بانتظام، نعطيه الأدوية مرة على حسب وصفة الطبيب سواء كانت مرة واحدة في اليوم أو مرتين في اليوم. صحيح. لا نوقف العلاج فجأة، يكون عندنا كمية متوفرة كافية في البيت لمدة 3-4-5 شهور.
عند حدوث النوبات لازم نراجع الطبيب نكتب بطريقة متكررة زايدة عن الحد. نستمر في حضور المدارس بانتظام، مش معناها ابني اليوم جاء للتشنج بكرة مش هوديه مدرسة، فهذه حاجة خلاص نتعامل معها انه موجودة. نستمر في نظام حياته طبيعي، يحضر مدرسة، يمارس الرياضات اللي هو يحبها، سباحة، بس كل حاجة تكون اندر سوبرفيجن، يعني لازم تكون حد حوالينا، لان احنا عارفين ان هذا الولد عنده مثلا هذا النوع من التشنجات. يبتعد عن الارهاق، النوم المبكر، مراجعة الطبيب بانتظام، ومثل ما ذكرت أسوارة التعريف، لأنه جدا مهمة التوعية أنه هذا الطفل عنده هذا النوع من المرض ويحتاج المتابعة. صحيح، وهي نقاط جدا مهمة، يعني بسيطة حتى في أن الواحد يتابعها، بس أهمية تكثيرة، وخاصة بالنسبة للأدوية، يعني يتأكد توفر الأدوية قبل ما تخلص، يعني أشيك أدوية قبل ما تخلص بفترة على الأقل، أتأكد أني أوفرها مرة ثانية عساس ما أكون في أزمة أن مخلص الدواء وما يقدر الطفل يأخذ الدواء. ونفس ما قلتي دكتورة، يعيش حياته الطبيعية عادية، بس أنه في رقابة معينة عليه عشان أسباب معينة صحية تابعة له، بس يعيش حياته الطبيعية. نشكرك دكتورة سمر أحمد المنتصر، صراحة يعني كان الموضوع يعني قيم، وخاصة لهذه الفئة العمرية وهذا المرض المعين. دكتورة سمر أحمد المنتصر، أخصائي مخ وأعصاب الطفل في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا. شكرا دكتورة. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا الأخيرة لليوم، وتحدثنا عن مرض الصرع عند الأطفال والعيادة المتوفرة في مستشفى لطيفة. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. يعطيكم العافية جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر على خير، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.